مشاهدي شبكة التلفزيون النهار، برحب بكم في جولة إخبارية رياضية نتابع فيها أهم وأحدث ما ورد اليوم في الصحف الرياضية العربية الإفريقية المحلية وأكيد العالمية، والبداية دائما بأهم وأبرز العناوين. وزارة الرياضة والداخلية يتفقان على عودة الجماهير للملاعب تدريجيا. الزمالك يعرض 5 مليون جنيه لضم دونجا المقصة وبركات في الصورة. مارتن يول يحمل الدوليين مسؤولية تراجع الأهلي أمام الشرطة. الهلال السعودي يفقد الثنائي البرازيلي أمام الجزيرة الإماراتي. قطبي مانشستر يدخلان صراع ضم سيرخيو بوسكيتس نجم برشلونة. البداية دائما بالأخبار المحلية، وبداية أخبارنا المحلية مع عودة الجماهير. ووزارة الرياضة والداخلية يتفقان على عودة الجماهير للملاعب تدريجيا. أسفرت الجلسة التي جمعت خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مع قيادات وزارة الداخلية أمس في حضور محمود الشامي عضو مجلس اتحاد الكرة، والعميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، وعزمي مجاهد مدير الأعلام بالجبلاية، حيث توصل جميع أطراف الجلسة لاتفاق يقضي بإجراء دراسة شاملة لدخول عدد محدود من رجال المباريات الدولية للمنتخب والمباريات الإفريقية للأندية على أن يكون حجز التذاكر عن طريق الإنترنت. والزمالك يعرض 5 مليون جنيه لضم دونجا المقصة وبركات في الصورة. كثف مسؤول الزمالك مفاوضاتهم خلال الأيام القليلة الماضية لضم ثنائي مصر المقصة محمود عبد العاطي دونجا وعمرو بركات الموسم المقبل، حيث عرضت إدارة الأبيض 5 مليون جنيه على المقصة للحصول على خدمات دونجا بداية من الموسم القادم، ومع علم مسؤول الزمالك أن الأهلي عرض 3 مليون ونصف فقط بعدما حصل على توقيع اللاعب، إلا أن العالمين ببواطن الأمور يؤكدون رغبة الزمالك في ضم عمرو بركات الذي رحب بالانتقال للزمالك. ومارتن يول يحمل الدوليين مسؤولية تراجع النادي الأهلي أمام الشرطة. أكد الهولندي مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي أن فريقه أدى مباراة جيدة أمام اتحاد الشرطة خاصة في الشوط الأول ليواصل صدارته لجدول الدوري برصيد 50 نقطة. وأضاف يول أن الشوط الثاني شهد تراجع أداء لاعبي فريقه وخاصة الدوليين بسبب مشاركتهم مع المنتخب في مباراتي نيجيريا، مما أعطى المنافس الأمل والدخول في المباراة. وأشاد المدرب الهولندي بأداء الشرطة والثنائي أحمد حجازي ورامي ربيعة رغم إحراز الشرطة 3 أهداف، مشيرا أن أحمد فتحي يعد البديل الاستراتيجي في وسط الملعب. والإسماعيلي يشترط تمديد عقد محمد فتحي قبل تعديله ماديا. اشترط مسؤول الإسماعيلي توقيع محمد فتحي لاعب وسط الفريق على عقود جديدة لمدة 5 سنوات للموافقة على تعديل القيمة المادية في عقده. جاء ذلك بعدما دخل مسؤول الزمالك في مفاوضات جادة لضم اللاعب الذي يحصل على 100,000 جنيه فقط عن الموسم الحالي، تضاف 25,000 جنيه في الموسم المقبل والموسم بعد المقبل، وهو ما دفع الإدارة لمطالبته بتمديد العقد عامين آخرين للموافقة على تعديل القيمة المالية في العقد. ورسميا المصري يطلب حكام أجانب لمبارياته القادمة في الدوري. أكد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري بأنه ناديه سوف يتقدم بمذكرة احتجاج رسمية على حكام مبارياته، وكان آخرهم سمير عثمان الذي تغاضى عن ضربة جزاء صحيحة للمصري في الشوط الأول عندما اصطدم المهدي سليمان حارس سموحة بمهاجم الفريق أحمد ياسر. وكشف حلبية أن مثل هذه اللعبة تم
احتسابها ضربة جزاء على المصري في مباراة سموحة في الدور الأول، لذا قررنا مطالبة الجبلاية باستقدام حكام أجانب لجميع مبارياتنا القادمة نظرا للظلم المستمر من قبل الحكام في الفترة الأخيرة. مشاهدينا، انتهت أولى فقرتنا الإخبارية وهي فقرة الأخبار المحلية، وإلى الأخبار العربية. وإلى الأخبار العربية، والبداية مع الهلال السعودي الذي يفقد الثنائي البرازيلي أمام الجزيرة الإماراتي. تأكد غياب ثنائي فريق الهلال السعودي البرازيليان كارلوس إدواردو وروجيغو دياغو عن مباراة الفريق المقبلة أمام الجزيرة الإماراتي الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة لدوري أبطال أسيا 2016. رفض الجهاز الطبي للفريق منح اللاعبين الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة الجزيرة، وفضل إرجاء مشاركة للقاء الشباب في الجولة 22 من الدوري السعودي. يعاني الثنائي البرازيلي من إصابات مختلفة، حيث يشتكي ديغاو من العضلة الضامة، بينما يعاني إدواردو من إصابة أسفل الركبة. وإلى تونس، والترجي يحسم ديربي تونس أمام الإفريقي 2-1. حسم نادي الترجي الرياضي التونسي مساء أمس الديربي رقم 122 أمام النادي الإفريقي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسة الجولة 20 من الدوري التونسي لكرة القدم. تقدم الإفريقي في الدقيقة 35 بواسطة غازي العيادي قبل أن يتعادل الترجي مع نهاية الشوط الأول عن طريق شمس الدين الدوادي، ثم أحرز هيثم الجو هدف الفوز في الدقيقة 78. وبهذا الفوز عزز الترجي مركزه الثالث في الترتيب العام ب 51 نقطة، فيما تجمد رصيد الإفريقي عند النقطة 22 في المركز العاشر. والسركال يعلن برنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحاد الإماراتي اليوم. يعقد يوسف السركال رئيس اتحاد الكرة الإماراتي مؤتمر صحفي مساء اليوم للإعلان عن برنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحاد في نادي الشباب الذي رشح السركال لخوض الانتخابات. ومن المنتظر أن يعرض السركال خلال المؤتمر أفكاره وأهدافه لمستقبل الكرة الإماراتية بعدما تولى رئاسة الاتحاد في الدورة الحالية. ينافس السركال على رئاسة الاتحاد مروان بن عطية مرشح نادي النصر، وستجرى الانتخابات في 30 إبريل الحالي. مشاهدينا، انتهت أخبارنا العربية، وإلى الأخبار العالمية.